لاقت نبتة الألوفيرا رواجا كبيرا في أفغانستان في الفترة الماضية كونها نبتة بديلة عن زراعة الخشخاش وبقية أنواع المخدرات، ولها استعمالات طبية وتستخدم في صناعة مستحضرات متعددة. لكن زراعة هذه النبتة باتت تمر بمرحلة كساد بسبب التطورات الأخيرة والمشاكل الاقتصادية التي عصفت بالبلاد. شفيق الله يجول في مزرعته ويزيل الأجزاء التالفة من نبتها. استثمر في مجال زراعة نبتة الألوفيرا ذات الاستخدامات الطبية. يقول إن مزرعته أصبحت مهددة بعد مغادرة شريكه العمل معه وبسبب التحديات الاقتصادية الحادة. كان المردود جيدا قبل فترة. قمنا بإنشاء المزرعة منذ 3 سنوات، ولكن لم نستطع تطويرها بسبب مشاكل عدة، وليس لدينا حاليا الإمكانيات اللازمة للاستمرار في العمل هنا. تستخدم الألوفيرا في صناعة مستحضرات التجميل، ما زاد من رواج هذه النبتة إلى جانب نبتة الزعفران. ازدهرت محلات وشركات بيع وصناعة مستحضرات الألوفيرا، وقد لاقت الألوفيرا وجميع مستحضراتها رواجا كبيرا من قبل الناس، حيث يمكن استعمال هذه النبتة طبيعيا ولها استخدامات عدة، ومنها صنع المستحضرات الطبية ومستحضرات التجميل. توفر الألوفيرا فضلا عن مردودها المادي الجيد بديلا لمادة الخشخاش القاتلة التي تشتهر بزراعتها البلاد، وهكذا كانت لفترة من الزمن، إلا أن الأوضاع الاقتصادية الصعبة والتعاملات المالية أدت إلى تراجع في مستوى زراعتها. باتت اليوم وفق هؤلاء المزارعين مهددة بسبب توقف عجلة الاقتصاد والتعاملات التجارية. نبتة الألوفيرا التي كانت البديل المربح والأفضل لمادة الخشخاش القاتلة، نظرا لأهميتها السوقية والعلاجية، باتت اليوم وفق هؤلاء المزارعين مهددة بسبب توقف عجلة الاقتصاد والتعاملات التجارية، ما يزيد من معاناة الفلاحين في بلد يعتمد بشكل كبير على القطاع الزراعي. نصير طاهري، العربي، كابول.